ماذا استفادت الدول العربية من خروج واشنطن من الاتفاق النووي؟ محاصرة إيران إقليمياً ودولياً والحد من سلوكها المزعزع للاستقرار، تقليص الموارد المالية التي يستخدمها النظام الإيراني في تمويل الميليشيات والعمليات الإرهابية في المنطقة، زيادة موارد الدول الخليجية من النفط نتيجة طرد إيران من السوق الدولية، كشف داعمي الإرهاب الإيراني في المنطقة وعلى رأسهم قطر. العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تنمو وتتطور، خصوصا وأن ترامب حذر المتعاونين مع إيران لعقوبات قاسية. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned. توفر الغطاء الدولي لتفعيل الحق العربي في الرابع حال أنتجت إيران سلاحا نوويا. But we have made it very clear that if Iran acquires a nuclear capability, we will do everything we can to do the same.